ناقش الرئيس التونسي البجري قائد السبسي مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ووكيل الأمين العام للشؤون السياسية جيفيري فيلتمان الأوضاع في ليبيا. وبيّنت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ثمن الجهود التي تقوم بها تونس لإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا وإيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة، مثنيا على دعم تونس لبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا وتوفير الظروف المناسبة لها للقيام بمهامها. من جانبه جدد الرئيس التونسي تأكيد مواقف تونس الثابتة الداعمة للشعب الليبي وحرصها على إعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، مؤكدا التزام بلاده بمواصلة دعم الحل السياسي في ليبيا ومساندتها لجهود الأمم المتحدة للتقدم بالعملية التسوية في ليبيا. أود أن أعبر عن امتناني وعرفاني الجميل لسيادة رئيس الجمهورية والذي عبرت عنه رفقة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والسفير الممثل للأمم المتحدة بتونس. لقد تحدثنا كثيرا عن تونس وعن التوجهات الديمقراطية التي قامت بها تونس والتقدم المضطرد الذي نلاحظه منذ اندلاع الثورة، كما تحدثنا أيضا عن الوضع الدولي. وقد تفضل السيدة الرئيس بتقديم دعمه للأمم المتحدة ولقد مدنا بحكمته وبنصائحه على المستوى الوضع الإقليمي، وأيضا لقد طلب منا أن نبلغ تحيته إلى سيدنا الأمين العام للأمم المتحدة. وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأعبر عن إعجابنا وإعجابي خاص بالسيد الرئيس لمواقفه وسياسته تجاه المرأة التونسية وحقوق الإنسان والديمقراطية والحرية بشكل عام.